الشهيد الفلسطيني والتي أقر هذا اليوم تخليدا لأرواح شهداء فلسطين، شهداء الثورة الفلسطينية وشهداء القضية الفلسطينية التي لا زالت حية والتي طبعا في كل يوم نشهد فيها انتهاكات للاحتلال، مزيد من إزهاق الأرواح والقتل المتعمد. ونشير داليا إلى إحصائية هامة أيضا برزت في هذه المناسبة وتحدثت عن 200 حالة قتل خلال عامين من عام 2015 حتى هذا اليوم تم رصدها من قبل الاحتلال الإسرائيلي تحديدا، وعمليات قتل بدم بارد. طبعا رح نتحدث أكثر عن هذه الفقرة مع ضيفنا في الاستوديو سيد محمد صبيحات، وأنت الأمين العام للتجمع الوطني لأسر الشهداء. أهلا وسهلا بك ويسعد صباحك. صباح الخير لك ولجميع المشاهدين. أهلا فيك أستاذ محمد. يعني في كل يوم يرتقي شهيد فلسطيني جديد للأسف يواجه غطرسة الاحتلال وبطشه بحق شعبنا الفلسطيني وأرضنا ودولة فلسطين. ومن هاي المناسبة أو هاي الذكرى بأكد الفلسطينيون إن الشهيد لا يكفي يوم واحد لإحياء ذكرى، فكل سنة إحنا بنقيم أو بنتذكر بسبعة واحد مناسبة أو ذكرى يوم الشهيد الفلسطيني. بداية خلينا نتحدث عن إحصائيات بما أنه إحنا بسنة جديدة إن شاء الله ما بيكون فيها ولا شهيد. إحصائيات عام 2015